وكان طيب بلاك دي يتحركون من صبر وثبات وتهيؤ وتحمل وتركيز بالدمار وكل صارين مقدم رائد الشيخ زينب وسيد حسين حتى نعوف هذا البيت وهذا البيت بالذات وهذا البيت وهذا البيت حتى تتناسقون الستة متناسقين ستة متناسقين تقدمت هذه جموع المؤمنين جموع الأبطال نحو أهدافها في تحرير كافة مناطق صلاح الدين من دنس الدواعش الأنذال الذين عاثوا في الأرض فساد